هذا مؤتمر عالمي بحق، المشاركون فيه من أكثر من دولة من الدول الإسلامية، نحمد الله على هذا التوفيق، بالإضافة إلى باحثين من أكثر من جامعة مغربية. إذن على بركة الله نشرع في هذه الحصة الصباحية، وسنجتهد ما أمكن في أن تكون مركزة. أرجو من المتدخلين جميعا محاولة تركيز المداخلة لتصريفها في حدود كما أشار المنظمون إلى 10 دقائق إلى 12 دقيقة، لا أكثر من ذلك. وستسير هذه المداخلات يمينا إن شاء الله تعالى. نبدأها بالأستاذ الدكتور رضوان رشدي، هو أستاذ باحث وهو رئيس مركز ابن رشد للدراسات والأبحاث الإنسانية، وهو مصنف غزير التصنيف لكتب ناهزت 20 مصنفا، أسأل الله أن يبارك فيه. سنستمع جميعا لمداخلته التي اختار لها عنوان المقاصد البنائية وأثرها التجديدي في امتداد المعنى القرآني. المقاصد البنائية وأثرها التجديدي في امتداد المعنى القرآني، فله الكلمة. مشكورا مأجورا موفقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن حقائق الوجود وما يروج فيه من متغيرات تستدعي الفهم الكلي المفضي لهيمنة النص القرآني على المتغيرات الواقعية بناء وتسديدا، ولا يكون ذلك إلا ببلورة رؤية للوجود. هذه الرؤية للوجود إنما هي عبارة عن مجموعة مترابطة من المفاهيم والنظريات التي يجب أن تمكننا من بناء صورة كلية للعالم. وكأن الرشد القرآني إنما هو الذي يتأسس عليه التفكر والتنظير لعلوم الاجتماع الإنساني، ولينبني عليه الفعل الاجتماعي رشدا في الحياة العملية. لكن العقبة التي اعترضتناها هنا إنما هي النظرة القرونية الطاغية للقرآن، باعتباره مهيعا لاستنباط القوانين التي تنظم المجتمع البشري فحسب، دون النظر إلى فعله البنائي. وكأن الوجود القرآني إنما هو وجود يتتبع الفعل البشري ليقاضيه دون أن يبنيه تعليما وتزكية وإنهاضا حضاريا. إن سيادة العقل الفقهي على التراث الإسلامي أفضت لإلزامية القرآن على التساوق معه في حصره لحقيقة الوجود الإنساني في الأرض، على أنه جملة فعال وسلوكات ظاهرية يجب وضعها على بساط المراقبة والمحاسبة والتقويم والتقاضي والضبط، بحيث إن كل حركة قام بها المرأة تستلزم إحالتها للقانون المنظم لها على التو، فإن لم يكن ثمة قانون منظم فإن الحاجة تستدعي آنذاك استنباطه من أدلته الجزئية. نحن نعتقد مثلهم أن العدل وإقامته من لب الضروريات التي إن فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وإن الحاكمية وتنزيل القوانين الإلهية الضابطة للفعل الإنساني على الأرض قصد كبير عند العلماء والفقهاء الذين يريدون من المجتمع الإنساني أن يتناغم مع المجتمع الكوني في السجود والخضوع والإدعان والانقياد والاستسلام للأمر الإلهي. لكن ذاك لا يحدد جوهر المقاصد الكلية للقرآن، ولا ينفد لاستجلاء هيمنته على الوجود الإنساني. إن المقاصد التي أسميناها شرعية لن توصل إلى معرفة الرؤية الكلية للقرآن وعلاقتها بكونه مسألة الخلق والغاية من الوجود، لا سيما وإن هذا التصور القضائي للإنسان قد جعل من القوانين والتقاضي ديدنا قويا داخل النسق الفكري للأمة. وكأن سؤالا جوهريا يطرح ذاته هاهنا، ما الغاية الكبرى للوجود القرآني؟ هل وجد حقا لتنظيم المجتمع أم لبنائه ودفعه لتشييد العمران؟ لقد لاحظنا أنه كلما تمرس العالم المقاصدي في الاستقراء والتتبع وصولا إلى المقاصد الكلية، فإنه لا بد وأن تنقدح في ذهنه تلك الغايات الكلية للقرآن. ومن النماذج المقاصدية التي استصحبناها للتدليل على عمق الرؤية البنائية للقرآن الطاهر بن عاشور، الذي أكد على أن المقصد الكلي للقرآن إنما هو صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية، وأن الغاية الكبرى من القرآن إنما هي بناؤه للفرد والمجتمع والحضارة.
وحين يؤكد الطاهر بن عاشور على المقاصد القرآنية وتعميق النظر فيها، إنما هو لتثبيت امتداد القرآن عبر الأجيال والعصور في الهداية والدعوة إلى الخير والإسعاد. ومن النماذج المسوقة كذلك التي سقتها كذلك نموذج بديع الزمان النورسي، الذي كان يسيرا عليه أن تتوضح له الصورة الكلية للقرآن بجهده التدبري فيه، لا سيما حين اعتمد هو الآخر على منهج استقرائي للنصوص القرآنية، وكيف أن الآيات الكونية هي معضدة للحقائق القرآنية كتلك المتعلقة بالحقائق الغيبية، خاصة مسألة البعث والنشور التي لا يستدل عليها إلا بعرض آيات كونية تدل على تجلي أسماء الله وصفاته، فضلا عن الآيات القرآنية المتساوقة مع ذاك التجلي المشهود كونيا. وهذه المقاصد تظهر جليا في الصور المطولة وكذلك المتوسطة. ومن النماذج كذلك التي استصحبتها نموذج الأستاذ علالي الفاسي، الذي وجدته قد وسع نظرته للمقاصد لتغدو مقاصد للإسلام عامة دون حصرها في المجال التشريعي فحسب، فأكد على أن من المقاصد الكلية إنما هي تثبيت الأخلاق التي تواضعت البشرية عليها فطرة واتفق العقلاء على معرفتها دون إنكار. لكن المقاصد البنائية في عرفنا نحن إنما هي الغايات والمقاصد التي هدف القرآن فيها لبناء الذات الإنسانية علما وفكرا ووجدانا وإيمانا وعملا صالحا، فبناء للمجتمع الإنساني محبة وتعاونا وتآزرا وتعاضدا وتشربا للقيم القرآنية في الفعل والسلوك الجماعي، بحيث يكون تجلية وظهورا للقيم المنغرسة في الأفراد، ثم بناء للحضارة سياسة واقتصادا واجتماعا. والمشكات الأصل التي ننهل ونعب منها تلك المقاصد البنائية إنما هي الآيات كلها دون استثناء، لا سيما القصص القرآنية وفعل الأنبياء التغييرية للإنسان والآفاق. ثم إننا نحن نعتبر أنه إذا نزلت آية واحدة إنما هي حاملة لمعنى بنائي لفرد أو جماعة أو أمة أو بناء لدولة أو تشييد لحضارة وعمران، وبذلك تكون المقاصد البنائية قد وسعت الفعل التأثيري للقرآن وفتحت آفاقا رحبة لتغيير الإنسان وبنائه وبناء الحضارة المنشودة، ولم تحصر قوته التغييرية في بضع آيات تستقى منها الأحكام الشرعية. وهذه المقاصد تطول البناء القيمي للفرد، لا سيما وإننا نحن نعتقد أن التصور الحقيقي للبناء القرآني للفرد إنما يؤسس على الغوص في ماهية الإنسان وعمق ذاته في الوجود، خاصة وإن حركة المرء هنا إنما هي مرتهنة بقناعات وميولات وتصور عقدي أراد هذا الإنسان تنزيله عملا على المستوى الواقعي. من أسس البناء ها هنا بالنسبة للفرد خاصة، هناك فعل تزكوي مبني على النظر الحصيف للقرآن لفهم دلالاته في تربية النفس وتقويمها، فضلا عن الغوص في كشفه الشمولي الواقعي لها، وهو كشف لعلل النفس وروغانها كالكبر والعجلة والشح والهلع والجزع والظلم والجهل والإقتار. وهذه الأوصاف القرآنية لا تنحبس عند الوصف فحسب، بل إن الفهم الكلي للقرآن يستدعي سبل التغيير النفسي بعيدا عن الأنساق التقليدانية التي فرضت ذاتها بطرقها وطقوسها على التغيير القرآني القويم للنفس البشرية. من آليات البناء كذلك القرآني النظر والتفكر والتدبر وإجالة البصر في الوجود الكوني بقوى الإدراك المعتمدة سمعا وبصرا وفؤادا، ثم التربية على القيم، وكأن القرآن يدفع الإنسان ليتشرب المبادئ والقيم التي أجمع عليها الناس ذوي الفطر السليمة، بحيث إنك لن تجد تناقضا بين القيم القرآنية والمواثيق الدولية الهادفة للحفاظ على المصالح الكلية للإنسان. فحرية الإرادة مثلا هو جوهر أساس تنبني عليها التوجيهات القرآنية ليسلك النجدين، ومن ثم فإن التربية لن تكون قويمة إلا في حالة ما إذا كانت مبنية على حرية الاختيار. ومن الآليات كذلك في البناء الحضري استصحاب النماذج البشرية المسوقة في القصص القرآني، وكيف أهلهم لتشييد الحضارة وإسعاد الإنسانية، كذي القرنين مثلا الذي مسح الأرض من تحتها بالأسباب، وكتلك الأمم التي كانت تشيد قصورا صامقة ليدفع القرآن الأمة على تغيير بنيتها الحضارية وإن اقتضى الأمر حفر جبال ومدرجات. ومن المقاصد القرآنية في الأساس الاجتماعي، لقد اعتمدتها هنا على مقاربة النوع في القرآن، إذ المرأة فيه غير المرأة المتداولة في بعض كتب الفقه المحتبس المرتهن لعصور الانحطاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فمريم عليها السلام خوطبت من قبل الله تعالى أن هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، ولم يكلم الله تعالى إنسانا إلا من كان نبيا، ومن ثم فإني ميال لاعتبار مريم عليه السلام إنسانا وصل مرتبة النبوة.
وفي مقاربة النوع كذلك وجدنا القرآن قد ساق قصة امرأة حكيمة عاقلة سيرت دواليب السلطة في سبأ واتسمت بالحنكة السياسية خلافا لعقلية الجنود الحربية التي لا تدرك سياسة خارجية. وقولهم نحن أولو قوة وأولو بأس شديد فيه إشارة على عقلية الجنود الحربية الضيقة، وهي عقلية قاصرة في المجال الدبلوماسي، وهو مجال كانت تتقنه هذه المرأة التي حكيت قصتها في النص القرآني. ولنقارن بين ما حكاه القرآن عن امرأة وصلت إلى أعلى المراتب السياسية وكانت ناجحة فيها، وبين من ما زال يناقش صوت المرأة هل يجوز رفعه أم لا. شكراً.